المطلوب منا الآن هو كتابة هذا العدد بالكلمات، ولن أقوم بلفظه لأن هذا سيحل السؤال. لدينا 6.15 ونريد كتابته بالكلمات. حسنا، الأعداد على يسار الفاصلة العشرية مباشرة جدا، دعوني أقوم بتلوينهم. لدينا 6.3، واسمحوا لي كتابة كل عدد بلون مختلف، ومن ثم لدينا فاصلة عشرية ثم 1.5. يوجد طريقة معروفة للقيام بذلك، لكن يمكن أن أشرح عن طرق أخرى مختلفة توضح ما هو المطلوب. نحن نعرف كيف يمكن كتابة الأعداد الموجودة على يسار الفاصلة، دعوني أكتبها، إنها 63. وبدلا من الفاصلة العشرية سأكتب وا حرف الواو. الآن هناك طريقتان للانتقال هنا، يمكننا القول وواحد بالعشرة وخمسة بالمئة، أو يمكن أن نقول هذه 15%، واحد بالعشرة هو 10%، إذن واحد بالعشرة وخمسة بالمئة هو 15%. فيمكن أن أكتب هكذا 63.15%، إذن 15%. إذن هكذا. الآن من الطبيعي أن تقول كيف يمكن ألا أقول واحد بالعشرة وخمسة بالمئة؟ يمكنك هذا، لكن في هذا الحال سوف تجعل الجملة صعبة الاستيعاب. إذن فممكن أن تكون 63، ودعوني أكتبها مرة ثانية، يمكن أن تكون 63 ومن ثم تكتب و واحد بالعشرة لهذا الرقم هنا و 5%. إذن لدينا 63.1%، لكن 63.1% جملة صعبة، صعبة الاستيعاب. لكن إذا قلنا 15% فسيفهم الناس ماذا تقول. هذا الواحد هي 1 بالعشرة، 1/10، ومن ثم لدينا 5%، 5/100. وإذا قمت بجمع هذان العددان، 1/10 زائد 5/100، نحتاج إلى توحيد المقامات، 100 تقبل القسمة على 10 وعلى 100، فنضرب كل من البسط والمقام بعشرة، فنحصل على 10 في الأعلى و100 في الأسفل. الآن 1/10 يعادل 10/100، نجمع 10 زائد 5 15/100. إذن هذا العدد هنا 15/100، لهذا قلنا 63.15%. هل فهمتم؟ أراكم قريباً.